الاهلي فوز مهم زي ما اكدنا كابتن ايمن، ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل لكل لعيبه النادي الاهلي، والتحضير باذن الله مع بيتسو موسيماني المدير الفني الرائع والمميز جدا اللي قراءته الفنيه اكتر من رائعه النهارده. تغيير الشناوي ده يا كابتن ايمن انا عارف انتوا اكيد هتتكلموا عليها في الاستوديو، تغيير مهم جدا لان انت عايز تطمن على لطفي وفي نفس الوقت يمكن الناس قالت ان الشناوي مصاب، انا مطمنك الشناوي سليم 100%. تغييره فنيه مهمه جدا لبيتسو موسيماني، يا رب ان شاء الله يا رب القادم يكون افضل للنادي الاهلي ويقدر النادي الاهلي باذن الله يحصد البطوله رقم 9، تدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ايمن من جديد.